تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، وذلك خلال شهر مايو الماضي، حيث أكد مدبولي سعي الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من معاناتهم ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية ومعالجتها من خلال الدور الفريد الذي تقوم به منظومة الشكاوى. Yeah.